السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من كورس ماسترينج فلتر. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل بالتعرف على بعض خواص التكست فورم فيلد. طبعا من خواص التكست فورم فيلد أيضا هي الأوتو فاليديت مود. الأوتو فاليديت مود يعني طريقة التحقق، هل هي أوتو يعني هل بتتم بشكل مباشر أو عند عمل مثلا، أو لما نحن نضغط على الفاليد على سبيل المثال بتتم العملية. أنا هون ممكن أتحكم فيها وخليها always. بهي الحالة صار أوتوماتيك حيشيك لي على الحقل، شايفين؟ الحقل فارغ، بس أنا ما كتبت شيء، ورغم هذا الشيء ظهر لي الحقل فارغ. أول ما أكتب مباشرة كتب لي لا يمكن أن يكون رقم الهاتف أصغر من 9 أرقام، شايفين؟ بهذا الشكل. يعني لاحظوا العملية عم بتتم مباشرة من دون أنا ما أضطر أضغط مثلا إضافة أو ساين إن أو لوجن. العملية عم بتتم مباشرة، عم يصير لي رسالة الخطأ. أول طبعا ما اتجاوز أنا ال9 أرقام حتنشال رسالة الخطأ، ولما أنا بتجاوز ال12 رقم حيظهر عندي رسالة خطأ أخرى بناء على الشيء اللي أنا كاتبه. في حال تجاوز ال12 رقم لا يمكن أن يكون رقم الهاتف أكبر من 12، وفي حال كان طبعا أصغر من 9 أرقام حيكتب لي لا يمكن أن يكون رقم الهاتف أصغر من 9 أرقام. إذا ميزة الأوتو فاليديت إنه حتشتغل مباشرة من دون ما اضطر أنا إني أعمل valid أو أعمل sign in أو أعمل add، أيا كان هي حتتم عملية التحقق بشكل تلقائي. ممكن طبعا نضيفها للتكست، لكل تكست فورم فيلد لحاله. ممكن إذا نحن عندنا أكثر من تكست فورم فيلد وعايزين نضيفها على جميع التكست فورم فيلد، ممكن نحن نروح نضيفها للفورم مباشرة، ولما نحن نضيفها للفورم مباشرة حتتنفذ على جميع التكست فورم فيلد الموجودة داخلها بهذا الشكل. تقريبا نحن أحطنا بأهم الخواص الموجودة بالتكست فورم فيلد والتكست فورم أو التكست فيلد عفوا. طبعا في بعض الخواص المشتركة بين التكست فيلد والتكست فورم فيلد أنا ما شرحتها، هاشرحها هلا عشان نحن نكون غطينا جميع الأجزاء المهمة والأساسية بالتكست فيلد والتكست فورم فيلد. من هاي الأمور هي الأوبسكيور تكست، واللي طبعا بتقبل ترو أو فولس، هي بتكون بالوضع الافتراضي فولس، أنا ممكن أعملها ترو. شو بتفيدنا هاي؟ نحن لما بنكتب تظهر الكتابة على شكل نجوم بهذا الشكل عشان ما تكون واضحة. هي طبعا نحن بنستعملها أكثر شيء لما بيكون الحقل بيعبر عن الباسورد. أنت ما بصير تكون عم تكتب باسورد وواحد جنبك عم يشوف شو عم تكتب، هذا الشيء خطأ. فنحن ممكن نستعمل الأوبسكيور تكست، تمام؟ هي نقطة كتير مفيدة ومهمة. طبعا أيضا في عندنا التكست إلاين واللي هي المحاذاة، محاذاة النص، شايفين بيظهر بالأسفل، بيظهر بالمنتصف أو اليسار أو اليمين. فنحن المحاذاة واللي نفسها تقريبا موجودة بالوجهة الخاصة بالتكست، فهي حتكون واضحة. طبعا هي بتنطبق على التكست فورم فيلد وبتنطبق على التكست فيلد عادي، ما في أي مشكلة. هذا الشيء بينطبق على التكست إلاين والأوبسكيور أيضا. من الأمور الموجودة أيضا واللي ممكن نغطيها ونحكي عنها قبل ما ننهي هذا الفيديو هي الريد أونلي، إنه هذا الحقل للقراءة فقط. يعني ترو مثلا إذا عملناه ترو فهو للقراءة، أنا ما فيني أعدل عليه، شايفين؟ ما فيني أعمل أي شيء أبدا. طيب شو بنستفيد من هذا الشيء؟ هذا أمر بيرجع لفكرة تطبيقك. يعني أنت مثلا بجوز تمنع شخص يعدل على الحقل بس تظهر له إياه عشان عشان مثلا ياخذ التكست منه على سبيل المثال كوبي بهذا الشكل، او ممكن يكون ريد اونلي لحد ما انت تعمل ايفنت محدد فبيشتغل. يعني مثلا انت عند الضغط مثلا على زر محدد او تفعيل ميزه محدده يشتغل. هي ايضا ممكن تستفيد منها. ما رح تقدر تفهموا هي الامور 100% استعمال الحقيقي الا لما نصير ناخذ امثله عمليه، تمام. ايضا من الامور اللي ممكن نتكلم عنها هي الاون تاب، واللي بعتقد واضحه لكم حتى من قبل ما اشرحها انا، ولكن حاشرحها ما في مشكله. الاون تاب يعني عند الضغط على التكست فورم فيلد شو بيصير. يعني مثلا بقول له اون برنت على سبيل المثال بريس، انه انا ضغطت على سبيل المثال عليه، تمام. فانا اول ما اضغط عليه شايفين عم بضغط على الحقل، اي مكان بالحقل بضغط عليه بيطبع لي هون بريس. هي الفكره الاساسيه من البريس. طبعا ممكن نعمل هوت ستارت ونضغط على الحقل، اول ما اضغط طبع لي بريس، شايفين بهذا الشكل. كل ما اضغط بيطبع لي بريس انه انا ضغطت، تمام. بتمنى ان نكون غطينا جميع الافكار المهمه بالتكست فورم فيلد والتكست فيلد، واذا في افكار تانية ما غطيناها بشكل كامل هذا الشيء حيكون بالتطبيق العملي حنغطيهم بشكل كامل. طبعا في امور مش مهمه
نفهمها أو نتعمق فيها حاليا، لأنه جدا متقدمة وما في حد بالعالم بيقدر يحفظ كل خواص الويدجت الموجودة ولا حتى بيعرف كل الويدجت الموجودة. هذا شيء ضرب من المستحيل. أنت عم تحكي عن أكثر من 1000 ويدجت، عم تحكي عن أكثر من 20 30 ألف خاصية، هذا الأمر شبه مستحيل. فلذلك نحن بس بنطبق وبنتعلم الشيء اللي نحن فعلا بحاجته، ومع الزمن أنت بتتراكم عندك المعرفة لتقدر تحصل على أكبر قدر من المعرفة بالوجهة الموجودة والخواص الموجودة فيها أيضا. تمام، حنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس. أتمنى يا رب الدرس يكون نال إعجابك، وإذا إعجاب الفيديو اشتراك في القناة، تفعيل الجرس لتصل بكم. والسلام عليكم.